السلام عليكم. هذا اللي قدامك اللي هو جلد الوزه، اللي هو احتباس الشعر تحت الجلد. اكو اسباب اذا انت كنت تسويهن فنهائيا ما راح تقدرين تعالجين جلد الوزه. اول شيء استخدام مرطبات تحتوي على نسبه من العطور. للاسف اذا احنا استخدمنا مرطبات تحتوي على نسبه عاليه من العطور ممكن ان تحسس الجلد، وبالتالي راح تنتج ماده الكيراتين اللي تكون مسؤوله عن خشونه الجلد. ممكن استخدام بعض الفيتامين للشعر يحتوي على المواد الفعالة اللي هي الميثيونين والسيستين والكرياتين، راح تحفز انتاج مادة الكراتين مثل ما تحفزها بالشعر ايضا راح تحفزها تحت الجلد، وممكن ان تكون سبب رئيسي لجلد الوزة. والسبب الثالث اللي هو ازالة الشعر بدون اي تجهيز له، يعني بدون سنفرة للجسم. لازم تسوون سنفرة للجسم باستخدام اي حبيبات عندكم مستخدمة لسنفرة الجسم، وبعد ما تكملون سنفرة الجسم بعد ذلك راح نستخدم كريم مرطب يحتوي على نسبة من اليوريا 10%. أما طريقة العلاج راح نجيب كريم يوريا أي شركة موجودة مع أحماض تقشير أول 3 أيام بالأسبوع، والثلاثة الباقية من الأسبوع راح نستخدم أيضا كريم يوريا 10% مع جل الأديبالين اللي هو الدفرين، وراح ناخذ جزء بسيط من الجل الأديبالين مع اليوريا 10% ونسوي لهن ميكس، ونستمر أيضا عليهن أسبوعين أو أسبوع وراح نلاحظ فرق. إن شاء الله يا رب الصحة والعافية وتحياتي لكم.